مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، حيث أن المملكة تتأثر يوم الثلاثاء بامتداد لمنخفض جوي، وبالتالي كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى، وبتتكاثر الغيوم وتسقط زخات متفرقة من مطر يوم الثلاثاء خاصة في شمال ووسط المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون أو تتأثر اعتبارا يوم الأحد بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى، وبالتالي يطرأ انخفاض تدريجي اعتبارا يوم الأحد على درجات الحرارة، وبتتكاثر الغيوم، ويوم الثلاثاء بتكون الكتلة الهوائية أكثر برودة وأكثر رطوبة، بحيث تنخفض درجات الحرارة تصبح أقل من المعدل بشكل واضح. معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 29 درجة مئوية، لكن بنلاحظ أنها تقترب من حدود 23 درجة مئوية يوم الثلاثاء والأربعاء. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء لطيفة بشكل عام، درجات الحرارة الصغرى حول معدلاتها، والصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، انخفاض على درجات الحرارة يوم الأحد، بداية لانخفاض تدريجي، أجواء معتدلة نهارا لطيفة بالليل، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة يوم الأحد 27 والصغرى 16. يوم الاثنين انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء معتدلة نهارا، تبقى لطيفة ليلا بشكل عام. العظمى 26 والصغرى 18. أيضا بنلاحظ أنه يوم الأحد والاثنين درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، لكن يوم الثلاثاء حيث تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى، وبالتالي يوم الثلاثاء انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة. أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في المناطق الشمالية، غائمة جزئيا في المناطق الوسطى، في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر يوم الثلاثاء خاصة في شمال ووسط المملكة. العظمى المتوقعة 23 يوم الثلاثاء، وفي حين أن معدل العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 29 درجة مئوية، إذن أقل ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية، والصغرى بحدود 16 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية: إربد 30-19، عجلون 27-16، جرش 30-18، المفرق 30-16 درجة مئوية. المنطقة الوسطى: البلقاء 28-17، مأدبة 27-18، عمان 27-16، البحر الميت أجواء حارة نسبيا 36-26، الزرقاء 30-17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية: الكرك 27-16، الطفيلة 26-17، الشراه 24-14، إمعان 31-19، وخليج العقبة أجواء حارة نسبيا 36-21 درجة مئوية. والمنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا، رغم أنه يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة أو بداية الانخفاض تدريجي، الأزرق 35-19، الصفاوي 36-18، والرويشد 36-19 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع